اتكلمنا كتير قبل كده عن أهمية البطولات العالمية اللي بتستضيفها مصر من وقت للتاني، هي حاجة مشرفة جدا، حاجة مبهرة جدا، حاجة عظيمة جدا. الجديد بقى يعني خبر لفت أنظارنا خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع أليخاندرو أجاج، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لفورمولا إي لسباق السيارات الكهربائية. عرض المدير التنفيذي لفورمولا إي دراسة إسناد بطولتين لفورمولا إي وإكستريم إي في مصر خلال العام الجاري كبادرة للتعاون المشترك، وطبعا شكل من أشكال الاستفادة من الإمكانيات والمقومات والخبرات اللي بتتمتع بيها مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية. طبعا العرض ده كان ملفت جدا للأنظار وأسعدنا يعني سعادة كبيرة جدا، بيؤكد على أن قد إيه مصر فعلا دولة كبيرة ولفتت بالفعل أنظار العالم بكل اللي بتعمله. سيد وزير الشباب والرياضة رحب بالتعاون مع فورمولا إي واستضافة الفعاليات الرياضية الخاصة بيها، وطلب منهم أن هم يبعثوا تقرير كامل عن الفعاليتين المقترح إقامتهم في مصر عشان يتم اتخاذ كل الخطوات الفعلية المتعلقة بالتنظيم والاستضافة. عايزين نقول ان الفورمولا اي بالمناسبة مش بتعمل فعالياتها في اي دولة كده والسلام، لا دي بتختار بناء على معايير ومعايير كتير قوي، وطبعا جمهور الفورمولا اي جمهور كبير جدا هو الاخر، بالتوفيق لمصر ان شاء الله وبإذن الله نبهر العالم.